يوجد في الحي الذي نسكنه مسجد صغير، يتطوع أحد المسلمين ممن لديهم دراية بالعلم الجمع ويؤم المصلين، وانتظر المصلون حضوره إلى وقت الأذان فلم يحضر، فصلى الحاضرون مقتدين بالإمام الذي تذاع خطبته وصلاته بالمذياع، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وهل تصح صلاتهم هذه مقتدين بالإمام المذاع صلاته بالراديو، أم أن صلاتهم هذه تكون غير جائزة شرعا؟ علماء المذاهب الأربعة يقولون بوجوب الاتصال لتصح الإمامة. الشخص اللي بتنقل صلاته في الإذاعة والتلفزيون بيصلي في قول سيدنا الحسين، وإحنا بنصلي هنا، فليس هناك اتصال بيننا وبينه. لكن لو إنه كان بيصلي في سيدنا الحسين فصلى الناس خلفه متصلين إلى هنا، كل الناس قاعدة تصلي تتسع وصلوا لغاية هنا، افرض كده صحت صلاتهم. يبقى إذن اشترط العلماء لجواز الاتباع أولا العلم بحركات الإمام. هنا احنا علمنا بها عن طريق الإذاعة أو التلفزيون. ثانيا الاتصال، هنا قد فقدنا الاتصال. إذن فهذا المسجد لم تصح صلاة أهله حينما صلوا وراء المذياع، ما تصحش. لماذا؟ لفقد الاتصال، لفقد شرط من الشروط وهو الاتصال. وإحنا في الكعبة في وقت الحج ملايين، فالإمام في الكعبة بيصلي والناس في أجياد وصلت إلى الغاية، وكانوا يغطوا أجياد ويغطوا الشامية ويغطوا ابن عمر ولا بني عمر ولا شوف اسمها ايه، يغطوا المساحة دي كلها، دي مساحات هايلة، يعني عدد ناس هايلين. وانا في الفندق والناس خلاص اتصلوا، وهم اتصلوا جم لغايتي هنا، فانا بالفندق اشوف التلفزيون وامشي ورا الامام وتصح الصلاة. لماذا؟ لانني علمت بحركاته وانتقالاته. ثانيا هناك اتصال، اذا فقدنا واحدة من الاثنين يبقى انوي المفارقة، يعني وانا بصلي خلفه في الفندق اللي في اخر اجياد وبعدين اتقطعت الكهرباء ما عرفتش حاجة ومفيش شباك ابص على المصلين اللي تحت اشوف حركته، يبقى انا مش عارف حركة الامام، انوي المفارقة. انوي المفارقة يعني ايه؟ اقول يا ربي انا قطعت الاتصال بيني وبين الامام، انا هصلي لوحدي، انوي اني هصلي لوحدي. دي بيسموها نية المفارقة، بتفارق مين؟ بتفارق الامام، نية المفارقة، فتيجي مصلي لوحدك وتصح صلاته. بدأتها طبعا تكمل مكان اللي بدأتها، صليت ركعتين ثلاثة وهتكمل ركعة لوحدك، فتسلم لوحدك وخلاص انت ما بقتش مع الامام. متى تنوي المفارقة؟ عندما تفقد الاتصال، فقدت الاتصال. طيب إذن فقدت الوسيلة التي بها أعرف حركات الإمام، ما بقاش إمام بقى، طب أنا أعمل إيه؟ أنا أقدرها إزاي؟ فقال لك تنوي المفارقة على طول.
لو كنا مجموعة وفقدنا الاتصال. كذلك لو أنك تنوي المفارقة، كل واحد ينوي المفارقة، ونية المفارقة بتتحقق في صور، منها انه كان عليا المغرب وبعدين دخلت فلقيت الامام بيصلي العشاء، انا عليا المغرب وما صلي وراه المغرب، انا بقيت مغرب وهو عشاء، صليت الثلاث ركعات. لما صليت الثلاث ركعات قعدت، لاني خلاص خلصت الثلاث ركعات بتوعي اللي في ذمتي اللي هم المغرب، ما ينفعش. هو طبعا قايم للرابعه، فلي وجهان، اما الانتظار واما المفارقه. الانتظار هتعمل ايه؟ تقعد مكانك وتخليه هو يصلي الرابعه لوحده وتسلم معاه، لما ينزل تسلم معاه، ده الانتظار. وفي الفترة دي تعمل ايه؟ تسبح، تقرأ قرآن، تدعي وانت قاعد، علشان ان هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس الشيء. طيب، او تنوي المفارقة، تقول يا رب خلاص الرجل ده انا مغرب، انا كفاية كده وانا هفرق، وهو فارقته تكمل التحيات وتسلم لوحدك. أيهما أولى؟ بعضهم قال لك الأولى الانتظار، علشان أنت إيه ما تفارقش البتاع، وتبقى أنت صليت المغرب ورا العشاء. إزاي؟ ما هو اتحاد نية الإمام والمأموم ليس شرطا عندنا. عندنا يعني مين عندنا دول؟ الشافعية. الشافعية عندهم ان اتحاد نية الامام والمأموم ليس شرط. فيبقى اذن ادي الطريقة بتاعة المفارقة. المفارقة دخلت فلقيت الامام ابو السريع السريع. ايه ابو السريع السريع ده؟ يعني عبال انا ما خلصت الفاتحة كان سيادته وقرا الفتح وقرا الصورة وركع وأمن الركوع. الله، طب وبعدين؟ ده انا لسه قاري الفتحة على بركة الله، ده أمن الركوع، يعني أنا قدامي لازم أركع وأقوم والحقه بقى في السجود. لا يجوز لك أن يكون الفرق بينك وبين الإمام ركنين طويلين. اللي درسناه كده بقى هنعمل إيه؟ ركنين طويلين. هو في ركن طويل وركن قصير؟ قالوا آه. الركوع ركن طويل، القيام منه ركن قصير، السجود ركن طويل، القيام منه ركن قصير. ما يصحش ان انت يبقى بينك وبينه ركنين طويلين. فانا في الفتح ركع، ادي اول واحد طويل، قام من الركوع ماليش دعوه مش هحسبه لانه صغير قصير، سجد يبقى ادي الركن التاني. لو امن السجود بطلت صلاتك وانت لسه في الفتح. فأنا بصيت كده ولقيته ركع وأمن الركوع وسجد، قلت الله ده هيبطل لي صلاتي، نويت المفارقة. يبقى نية المفارقة اهي حصلت في وقت المغرب عن ورا العيش، وحصلت لو إن أبو السريع السريع تقدم عني بركنين اوعى تنسى طويلين، لحسن تعد منهم القيام من الركوع والقيام من السجود. ابدا. يبقى اذن لازم تاخد بالك ركنين طويلين طولها كده اهو، او مثلا المفارقه تاتي في صور متعدده
يعني ايه مش عايزين نخوض فيها كتير علشان العملية واسعة شوي. انما ده موجود في الفقه اللي هي نية المفارقة. السؤال، طب انا نويت المفارقة وطلعت، هل تحسب لي اجر الجماعة؟ فالعلماء قالوا لا، ما تحسبش ليك اجر الجماعة لانك انت خرجت من الجماعة، وان صحت صلاتك، صلاتك بقت صحيحة لكن مش في جماعه.